جديد. سيداتي رسالتي سادتي أينما كنتم عبر قنوات SSC، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشراء يستقبل هذه الليلة هذه المباراة بين المستضيف نادي الاتحاد والضيف نادي الخليج ضمن فعاليات الأسبوع 15 من دوري روشن للمحترفين موسم 2023-2024. دخول اللاعبين الآن عتقول خالد ناري أما محمد شريف التصوير بجانب العارس مارتشيلو كروي إيفو رودريغيز في التصويب الأخير. الخليج تصعب الأمور على نادي الاتحاد على الهجوم السريع. كريم بنزيما 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 كريم كريم بنزيما بنزيما فيها جول فيها جول بنزيما بالكرة الأولى لإيغور كورونادو منظومة عالمية ما بين كريم بنزيما وإيغور كورونادو الأسيست الرائع من صاحب الكرة الذهبية واللمسة البرازيلية لإيغور كورونادو. 10 دقائق لعب كانت كافية لفريق الاتحاد لزيارة شباك الحارس مروان كريم في صولاته في جولاته العمري بنزيما اي 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 بنزيما على القائم رايحة بالغرام بالغرام يلعب بنزيما في هذه الليلة وش صعب 29 مباراة مع منتخب البرازيل وبنزيما مرة أخرى هذه كرة خطيرة للخليج محمد شريف وسالة عند الحارس مارتشيلو كروي جمهور الاتحاد هذه كرة بنزيما واحدة أخرى والمطالبة بضربة جزاء والحكم يأتي ضربة جزاء لنادي الاتحاد كريم بنزيما يتحسن يتقدم كريم يمشي بنزيما جول الهدف الثاني فرنسي جزائري بفرحة النمور مع الاتحاد لا تلف ولا تدور يا كريم هدفين لصفر بفرحة مارتشيلو كاياردو يعرف سرها هذه المستديرة المجنونة كريم بنزيما هدفين للسفر إيغور كورونادو وكان جانب نادي الاتحاد من جانب نادي الاتحاد مروان الصحفي في مكان كريم بنزيما 19 عام لمروان خريج أكاديمية من 5 مباريات فاز على أشبوك هذه كرة خروج مغامر من مارتشيلو كروي أمام محمد شريف أمام منصور حمزي منصور حمزي ومارتشيلو كروي بعد ويقول ضربة جزاء ضربة جزاء لفريق الخليج الدقيقتين قبل خالد ناري ناري هدف أول لفريق الخليج يرجع بالمباراة إلى التشويق إلى الإثارة إلى الحماس خالد ناري التوغولي يغالط مارتشيلو كروي ويأتي هدف أول لنرباتشو خالد ناري ناري وانسا كورنادو إيغور فيها جول لا ضيع حمد الله ومستجر هدف كرة أخرى هجمة سريعة حمد الله يحاول المرور كرة جول والحكم ماذا يقول ليست هنالك ركلة جزاء محمد شريف يتمركز ناري تابع ناري زكريا
الجبل يصنع التوزيع وخارج الميدان. كورونادو مروان التسويب، تسويب غدر من مهند شنقيتي يكفي على الماء. شوراول حمد الله عبد الرزاق وينو يطالب بضربة جزاء. الإعاقة موجودة، هذا أكيد ضربة جزاء، ضربة جزاء. رويدا رويدا حمد الله جول، الهدف الثالث اتحادي متعدي بعاصفة من الفرحة. أول كريم بنزيما بينما مارتشينو كايالدو يتنفس السعداء. نجوم الاتحاد ملوك الأوقات. هيا كورونادو بالرأس قيصر الغامدي يوزع وبجانب فابينو بالرأس أو لويس فيليبي. عبد الرحمن العبود رائعة وساوي خطيرة. جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا زكريا ماذا فعلت؟ يا زكريا باليسار حدانو زكريا ما خدرتش على باله. هوساوي يمضي ولا يبالي. رباعية اتحادية الاتحاد من نار مع خالد الناري. كورونادو كورونادو ولا مخالفة لاتباع الخليج. إصابة هذه المرة عبد الرزاق حمد الله. خوف المدرب الأرجنتيني مارتشيلو كايردو. كرة خطيرة، التسويب من محمد شريف ثم يستقبل أوكلاند سيتي في أولى مباريات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر القادم. أوكلاند أوساوي ضاع عالية، تسويب والهدف الثاني رائعة. هدف من أجمل ما يكون لفريق الخليج 4-2 يا السادة. هدف من أجمل ما يكون لفواز الدريس. فواز فاز بهذه الكرة وغلط مارتشيلو كروي ودفاع الاتحاد.